انا عايز اوري حضرتك فيديو لمسؤول يمني غير طبيعي، قسما بالله من اهم التصريحات اللي شفتها من يوم 7 اكتوبر واللي حصل في غزة. الحقيقة موقف اليمن مش على المستوى العسكري فقط لا غير، ولا حتى على المستوى في البحر الاحمر وفي باب المندب وكده. وامبارح في فيديو رفعته لحضراتكم، ارجوك ارجعوا له، عن فكرة الحركة الإماراتية الإسرائيلية اللي بيعملوها مع إثيوبيا في إن هم يعملوا قاعدة عسكرية داعمة لإسرائيل من خلال تمويل إماراتي في الصومال مواجهة لليمن. الحقيقة نجاحات اليمن في البحر الأحمر وفي باب المندب على المستوى العسكري كبيرة جدا، على المستوى الاقتصادي وتأثيره على الاقتصاد الإسرائيلي كبيرة جدا جدا جدا، 7000 جدا لغاية ما تخلصوا الوضع في إسرائيل. موانئ إسرائيل بقوا قاعدين عمالين يعملوا كده يا جماعة، بيهشوا مش شغالين، ما بيعملوش حاجة. الموانئ في إسرائيل بقى بيعملوا، ما فيش لا سفينة داخلة ولا سفينة طالعة، بياخدوا راتب على الفاضي. وضعهم غير طبيعي، نجاحات اليمن على المستوى العسكري في البحر الأحمر كبيرة، وعلى المستوى الاقتصادي كبيرة جدا جدا. من أهم التصريحات لمسؤول يمني، تصريح جريء جدا جدا، هو ده التصريح اللي يعبر عن العروبة وعن الوحدة العربية اللي من المحيط للخليج كلنا واحد. تصريح من مسؤول يمني ورجل، بعيدا بقى عنك تقول لي ده مش عارف تفكيره ايه، ده الايديولوجية بايه، ده معتقده ايه، لكن تصريح من واحد يعلم الحق وادالها مباشرة لصحفية او لمذيعة شغالة في قناة البي بي سي البريطانية الداعمة لإسرائيل مباشرة، بتسأله وبتقول له هو لو سمحت انتوا اليمن اللي في جنوب البحر الاحمر ليه بتتدخلوا في غزة اللي في الشمال البحر المتوسط وكده، انتوا بعيد عنها بمئات الاميال. كان الرد عليها زي ما بيقول لك كده طير لها الجبهة. ولكن ما علاقتكم أنتم بما يحدث هناك؟ يعني أنتم على بعد أميال وأميال. يعني أما بالنسبة لبايدن، كان يعني هو جار نتنياهو، يسكنون في شقة واحدة، والرئيس الفرنسي أيضا يسكن في نفس الطابق، ورئيس الوزراء البريطاني يسكن في نفس العمارة. والله العظيم الرد بتاعه نحتاية، عندنا في مصر بقول نحتاية. يعني نحتاية الواحد عشان يعرف يرد الرد ده لازم يقعد له ربع ساعة نص ساعة يحضر كده رد، علشان اللي هو يكون نحتاية، رد نحتاية، رد في الجون بالبلدي كده. قال لها انت بتكلمي اليمن اللي بينها وبين غزة البحر الأحمر، وسايبة بايدن اللي محيط ومحيط وقارة وقارة ودول وبحر وبحر، وجاي إسرائيل ليه؟ هو بايدن ونتنياهو قاعدين في شقة واحدة؟ هو المسؤول اليمني كان قصده يقول لهم هو بايدن ونتنياهو بيقعدوا مع بعض في سرير واحد، بس هو الراجل يعني قال لك برضه أنا على قناة فضائية ومش على اليوتيوب بس، فالموضوع مش هينفع أقولها لك كده. قال لها الرئيس الفرنسي ماكرون اللي هو ميم أصلا، ماكرون يعني ميم، وانتوا الناس فاهمه يعني ميم والكلام ده كله، من المميزين، انتوا عارفين يعني المميزين والكلام ده كله وألوان الطيف. قال له ماكرون، ماكرون اللي بيبعد عن اسرائيل قاره وبحره 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 ودوله والكلام ده كله، قال له ماكرون ده كان قاعد مع نتنياهو في الطبق اللي فوق، هو كان قصده يقعد في السرير اللي فوق نتنياهو، هو كان قصده حاجه تانية يعني، بس الراجل قال لك انا على قناه البي بي سي وفي جمهور والكلام ده كله. المذيعه كملت وسالته سؤال برضه، قالت له ايه هي الانجازات بقى اللي انتوا حققتوها في اليمن؟ انتوا ما حققتوش اي حاجه. كان الرد عليها بهذا الشكل، لم تحققوا اي اضرار لاسرائيل، لم يصبها اي نوع من انواع الضرر، اذا هي جعجعه بلا طحين. يعني على اي معلومات تستندين في انه لم يصبها اي ضرر وهم شبه شلل تام للموانئ المحتله في الاراضي الفلسطينيه؟ انت التي تجعجعين باسئلتك بلا طحين. على فكره بس بعيدا عن اي حاجه، انا هزود على كلام اخونا اليمني ده كلمتين اتنين، لا هم حققوا انجازات، والدليل مش هرد اقول لك زي ما هو قال لك قوات التحالف تحركت ولا الكلام ده، لا هم حققوا انجازات كبيره جدا، بدليل ما صرح به مدير ميناء ايلات اللي هي مدينه ام الرشراش بتاعتنا، اللي قال لك احنا ما فيش سفينه داخله تاني من البحر الاحمر من يوم ما اليمن اعلنت توقف اي رحلات داخله الى اسرائيل، رحلات بحريه والشاحنات والكلام ده كله. ارد ازود على كلام اخونا في اليمن شيء، ان شركه كوسكو الصينيه وهي رابع اكبر شركه للشحن الحاويات في العالم، بتملك 11% عالميا من حجم التجارة الدولية في البحار. شركة كوسكو الصينية قالت أنا مش معدية فلوكة ليا تاني في البحر الأحمر إلا لما اليمن يأذن،
لما اليمن ياذن ان انا اعدي فلوكه حب اعديها. قالوا لها طيب ما انت ممكن تعديها قناه السويس وتدخل من موانئ البحر المتوسط في اراضينا العربيه، الموانئ الاسرائيليه اللي على البحر المتوسط. قالوا لها ولا دي ولا دي، انا مش هعدي اي فلوكه في البحر الاحمر تاني. ده شركه كوسكو رابع اكبر شركه في العالم للحاويات، شركه ميرسك اللي هي الشركه الدنماركيه من اكبر شركات الشاحنات في العالم للحاويات، اكبر من شركه كوسكو الصينيه. قالت لا احنا مش هندخل تاني البحر. قال لك البحر الاحمر ده احنا هنسميه بحر اليمن عندنا في الشركه، هنعمل له شعار البحر اليمني، طالما اليمن هي اللي مسيطره احنا مش هندخل. مصر بالمناسبه حاولت مع شركه كوسكو الصينيه ان هي تخليها تحيد عن قرارها، حاولت مع شركه ميرسك الدنماركيه، كل هذه الشركات رفضت، حتى رفضت الاغراءات الامريكيه لهم انه تعالوا واحنا هنحمي ونعمل. قال لها لا ما فيش الكلام ده كله، احنا مش هنعدي. ده جزء من نجاحات اليمن الاقتصاديه في اسرائيل. اليمن لو ما حققش نجاحات اقتصاديه ما كانش خرجت عشرات الساعات من البث المباشر علشان اسرائيل والاعلام الاسرائيلي يتكلم قد ايه اللي حصل في البحر الاحمر خلى الاقتصاد الاسرائيلي غير مسبوق من الخساره، لدرجه ان نتنياهو بيقفل عشرات المكاتب الوزاريه وعشرات المؤسسات الحكوميه يا جماعه الان بتغلق في اسرائيل بسبب وجود ما يسمى بحالة التقشف. لأول مرة إسرائيل هتعملها في تاريخها هذا العام في النصف الأول من العام المالي ل2024. نكمل مع المسؤول اليمني اللي قرر يقول للمذيعة أنا هخلي العالم كله يحفل عليكي بهذا الشكل. أنكم في الواقع إنما ترغبون في إحياء شعبيتكم الضعيفة في الداخل اليمني. من يقول بأننا نريد من أجل شعبيتنا فليتفضل هو ليعزز شعبيته؟ دي الردود يا جماعة، دي الردود. هؤلاء لازم أن يعرفوا قيمتهم وقدرهم. ايوه انت ما تقدريش تتكلمي عن الحق وانت عارفاه، تقدريش تتكلمي عن الحق طالما الحق يتعلق باسرائيل بفلسطين بغزه، ما بتتكلموش عن الحق. انت تعرفي بانك لا تستطيع ان تجيبي الى جانب القضيه الفلسطينيه ولا تتحدثي بحريه عن الجانب الفلسطيني. هؤلاء يا جماعه لن يحترمون ابدا ما لم نواجههم بحقيقتهم. اوعى تفتكر الرئيس الفرنسي لما يقف قدام مسؤول عربي ويقول احنا بنطالب مش عارف ايه ان غزه هي اللي غلطت، بعد اكتر من 30,000 ارتقوا ربهم، ما زال وزير الخارجيه الامريكي ورئيس الوزراء البريطاني ومش عارف ايه الرئيس الفرنسي بيقول ان غزه اللي غلطت امام المسؤولين العرب، وما فيش واحد فيهم من كفر نطعاوي نعجاوي خرفاوي برصاوي منهم صرصراوي منهم يطلع يقول انت بتقول ايه، احنا عندنا 30,000. ما حدش بينهم بيتكلم. علشان كده المسؤولين الغربيين والامريكان شايفين الحكام العرب صغيرين، انما لما تواجهه وتقول له انت بتتكلم عن ايه، انا بكلمك عن اسرائيل اللي عملت كذا وكذا 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 وكذا، وانتم من اقاصي الارض جايين تدعموها وبتحرموها علينا احنا اللي احنا قريبين منهم وجيرانهم. هؤلاء لن يحترموك ما لم يكون لك رد قوي على الاقل يشبه رد المسؤول اليمني اللي شفناه مع بعض قد ايه خلى مذيعه البي بي سي. انا عايز اقول لحضراتكم انا ليا زمايل كتير جدا في هيئه البي بي سي البريطانيه، يعني خلى مذيعه البي بي سي اول ما طلعت قعدت تمسح العرق اللي عليها كده من كتر الراجل، كل ما تساله سؤال يروح مديهولها، كل ما يساله سؤال يروح مديهولها. العالم الغربي والعالم الامريكي وهؤلاء لن يحترموك ابدا ما لم يكون ردك بالحق على الأقل بنفس قدر المسؤول اليمني اللي شفناه من شوية. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.